بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأطباء الشبان، إن شاء الله نعمل سلسلة من الحلقات عن إزاي أشتغل في الحضانة، أو إيه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها في الحضانة. فهناخد نتكلم دلوقتي على الحاجات المانوفرز اللي ممكن تتعمل. هنتكلم على الإندوتراكيال تيوب، وهنتكلم على الامبليكال كاثتر، وهنتكلم على الشيست تيوب، هنتكلم على اللمبر بانكشر، وهنتكلم كمان عن السوبرا بيوبيك اسبيريشن. هنبدا اول حلقه النهارده عن الاندوتراكيال تيوب، وانا حابب ان انا واحنا بنتكلم على اي مانوفر من المانوفرز دي ان انا ناسس لحاجه مهمه قوي، اللي هي لو انا في الحضانه مش هقدر اقدم فايده او هقدر اقدم هيلب للبيشنت بتاعي او للبيبي بتاعي، ما اعملوش هارم فول. يبقى رقم واحد واحنا بنفكر واحنا بنعمل المانوفرز واحنا بنعالج في الحضانه بنعمل اي حاجه من الحاجات دي، هفكر قبل ما هعمل حاجه لعين ان انا ما اذيهوش. يبقى اللي انا معرفوش ما اعملوش. طيب ايه عشان انا دلوقتي عيان اعمل له اندوتراكيال تيوب اعمل ايه؟ رقم واحد يبقى انا عارف الانديكيشن اللي انا هعمل عليها تيوب. انا هعمل اندوتراكيال تيوب للعيان ده ليه؟ مش هعمله خلاص عشان انا بعرف اعمل اندوتراكيال تيوب اجي ابص الاقي الحضانه عندي 7 8 حالات الاقيهم كلهم معمول لهم اندوتراكيال تيوب ومحطوطين على الفنتليتور والانديكيشن اللي احنا عملنا عليه ما كانش مظبوط. رقم واحد نشوف الانديكيشن بتاعت الانتراكيال تيوب ايه. عملت الانتراكيال تيوب عشان العيان بتاعي كان عنده ريسبيراتوري ستريس، اتحط على نيزل اوكسجين ما تحسنش، حطيته على سيباب ما تحسنش، فوالله النهارده انا عملت له بلاد جازس وكلينيكالي مش مظبوط، فانا هحطه على ميكانيكال فنتليتور. ماشي اتس اوكي، هذا اول انديكيشن. العيان بتاعي كوماتوز او عنده هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي او عنده كونفالجنز بياخد فيرست لاين سكند لاين، يعني بياخد مالتيبل دراجز انتي كونفالسنت، عملت معاه برادبنيا او بتدخله في فريكوينت ابنيا، فانا اضطر ان انا احطه على الميكانيكال فنتيليشن. العيان بتاعي عنده دايفراجماتيك هيرنيا وعنده ريسبيراتوري ستريس، فلما حطيته على السباب طبعا اكيد هيبقى كونترا انديكيتد، فهعمل باي باس للسباب وادخله على الميكانيكال فنتيليشن على طول. العيان بتاعي عامل اوبريشن سوفيجيال اتريزيا مع فيستولا، وعامل الاوبريشن والدكتور بتاع الجراحه حاطط له انتوتراكيال تيوب، المفترض ان انا ما غيرهاش لان بيبقى واخد غرزه فيها. العيان بتاعي حالة ار دي اس، هعمله اندوتراكيال تيوب مجرد بس ان انا هدي فيها السيرفاكتانت واشيل التيوب واحط العيان بتاعي على سيبان. او العيان بتاعي عنده انوماليز في الفيس زي كليفت ليب وبالات ومش قادر ان انا اعمل له السباب، فهضطر ان انا احط له اندوتراكيال تيوب واعمل فنتيليشن. عايزين بس نقول ان خلاص الاندوتراكيال تيوب اورا الاندوتراكيال تيوب النيزل نيزوتراكيال يا جماعه خلاص دي اوبسيت او ما عادش حد بيستخدمها. احنا بنعمل اندوتراكيال تيوب اورا عشان ما حدش يعمل نيزوتراكيال. حاجة التانية انا هبقى مجهز السيتويشن بتاعي، السيرفو بتاعي شغال، الإضاءة بتاعته مظبوطة، الحرارة بتاعته جاهزة، معايا الممرضة اللي بتساعدني، كل الانسترومنتس اللي أنا هحتاجها موجودة، معايا اللارنجوسكوب اتأكد من الإضاءة بتاعته قبل ما تستخدمه، معايا الاندوتراكيال تيوبس مقاسات مختلفة، لو أنا سي هعمل الحالة برقم 3 فانا عايز يبقى عندي 3.5 وعندي 2.5 كمان، يعني يبقى معايا الاكبر ومعايا الاصغر عشان لما اجي ادخل ما احتاجش اقول هاتي بقى ايه وهاتي ايه ونقعد نلف حوالين بعض،
والعيان مفترض ان انا ايه اركب بسرعه عشان ما يدخلش في هايبوكسيا. جهاز السكشن جنبي واتاكد انه شغال، وبعد كده قريب مني وسط الاكسجين عشان احط العيان على نيزل وانا بركب له، والمونيتور موجود على العيان عشان حد بيراقب الساتوريشن، لو حصل هايبوكسيا وانا بشتغل لو كنت طولت يخبط على كتفي ولا حاجه ويقول لي ستوب، فابدا اعمل فنتيليشن للعيان بالامبو باك واعمل فنتيليشن بيه واريح العيان شويه عشان العيان ما يخشش في هايبوكسيا. طيب هبدا اشتغل، هدخل بالرينج سكوب. مش هقدر اقول لك دلوقتي انت مفترض ان انا هعملها ازاي، انت مفترض وانت مع زميلك النايب اقدم منك، عايزك بس تعرف اللقطه بتاعه تشوف الفيو شكله ازاي. انت بتدخل من الرايت سايد بالرينج سكوب، عامل العين بوزيشن كويس، دخلت عايزك تشوف اللقطه، جبت الطنج كده على جنب ودخلت من الناحيه اليمين لحد ما توصل لمنظر الفوكال كوردز، هتبقى شفته كذا مره مع زمايلك، وصلت للقطه دي هتقف، جيب الانتراكيال تيوب بايدك اليمين وتدخلها وخلاص شفتها دخلت في بين الاثنين الكوردس، اقف وثبت. المقاس بتاعي لحد فين؟ هنشوف الوزن بتاع الطفل، هنقول وزن الطفل زائد 6، يعني لو البيبي ده وزنه 2 كيلو يبقى انت هتيجي عند علامه 8 سم وهت ايه؟ وهتظبطه عند حافه الفم من بره كده. ونبدا نثبت الانتروتراكيال تيوب، الممرضه اللي معاك هتثبتها بطريقه معينه اللي هي اتعلمتها. بعد كده هنتاكد ازاي الانتروتراكيال تيوب دي ان ولا اوت، هبدا انفخ. مفترض اول علامه اتاكد بيها الانتروتراكيال التيوب جوه ولا مش جوه ان انا شايف كويس، انت شايف كويس وداخل بين التو فوكال كوردز. الحاجه الثانيه انت هتبدا تنفخ بالامبو باك، مفترض ان انا ابص على الشيست وانا بنفخ فلاقي فيه شيست رايزنج، اسمع الاير انتري على الناحيتين على التو اكزيل عليهم ايكوال، وكمان الاقي الساتوريشن بتاع العيان بعد ما كان بادئ ينزل يبقى شويه ديساتوريتد، الاقي الساتوريشن بتاعه بدا يتحسن، هلاقي فيه هواء زي بخار ميه كده بيطلع مع نفس مع النفس بتاع الطفل داخل طالع بخار ميه في الانبوبه. واما اجي اعمل الاكس راي بتاعتي هلاقي مفترض ان الاكس راي التيوب تبقى جاست بلو ذا كلافيكل، جاست بلو ذا كلافيكل. يبقى انا كده عملت انتراكيال تيوب مظبوط، ابدا احط العين بتاعي على الفنتيليشن. ايه بقى الكير بتاع الانتراكيال تيوب؟ انا ما عملتش انتراكيال تيوب وخلاص، لا ده المفروض اعمل لها كير كل 3 4 ساعات. الممرضه هتعمل الكير دوت، بتعمل ساكشنج من التيوب، لان التيوب دي بعد شويه هيجي فيها شويه سكريشنز هتقفلها، هتبقى البيتنس بتاعتها هتبقى كلوزد، وتبقى الفنتيليشن بتاعي ممكن التيوب تبقى اوبستراكتد والفنتيليشن يبقى مش مظبوط والعيان يحصل له ديتيريوريشن. السكشن ده ازاي؟ هتيجي المده كل 4 ساعات، كنا من سنه سنتين كده بس خلاص ما عدناش بنعمل كده، كنا نحقن نص سنتي صلاين ولا حاجه ونستخدم له الامبو عشان يبقى ديسبيرسد، وبعد كده نعمل السكشن بس خلاص الحاجه دي اوبسليت. الجماعه بتوع انفكشن كنترول قالوا انها بتزود السبريدنج بتاع الانفكشن في اللعنة، فخلاص منعنا موضوع الصلاين دوت وبدانا دلوقتي نعمل سكشن بس بالرايل تيوب او الفيدنج تيوب. هندخل السكشن تيوب تبقى لحد قرب الكريمه وابدا اعمل سكشن واطلع، وانا طالع على جدار الانبوبه كده سيركولر لحد ما اطلع فوق. مده السكشن ده قد ايه؟ 12 ل 15 ثانيه 20 ثانيه بالكتير، لان السكشن اللي احنا بنعمله ده يا جماعه اجينست الفنتيليشن، الفنتيليشن انت بوزيتيف بريشر فنتيليشن، السكشن انت بتعمل نيجاتيف بريشر، فلو طولت شويه كل اللي انت كنت بتعمله هتبدا اللنج تخش في لنج كولابس مع الايه؟ مع النيجاتيف بريشر، مع النيجاتيف بريشر بتاع السكشن. فيا ريت ناخد بالنا ان السكشن يبقى ايه؟ مده بسيطه وخلاص، مش نقعد نعمل بقى 5 دقايق و10 دقايق، كل الفنتيليشن انت عملته في الفتره اللي فاتت دي هتلاقي العيان حصل لنج كولابس والحاله ديتيريوريتد. يا
يبقى انا عملت السكشن كل 3 4 ساعات زي ما اتفقنا. هدخل بالسكشن تيوب انبوبه الشافت، هدخل بيها قرب الكارينه واجي طالع سيركولار كده بالنيجاتيف بريشر بتاع السكشن، تمام، ومده 15 20 ثانيه والقصه خلصت. لسه فيه ممكن ارجع اعمل بري اوكسجينيشن، اعمل اوكسجينيشن تاني للعيان اريحه، وممكن بعد 5 دقائق 10 دقائق اكرر الموضوع لو كان لسه فيه سكريشنز كتير. يا ريت طبعا قبل السكشن لو العيان السكريشن بتاعه كان كويس خلاص اتس اوكي، لو السكريشن ما كانش كويس برفع الاكسجين بتاعي شويه لحد ما اوصل لساتوريشن فوق ال 90 95 وابدا اعمل الايه السكشن. ممكن السكشن ده يتكرر كل 3 4 ساعات بحيث ان انا احتفظ بالبيتنس بتاع الاندوتراكيه للتيوب. مش هننسى ان احنا في حاله من الحالات لو العين بتاعي ده عنده بالمونري هيمرج ولقيت الدم طالع في التيوب، يا ريت ما تقعدش تعمل سكشن. يعني انت هتعمل سكشن هيفضل الدم ده طالع لك في التيوب. طب اعمل ايه؟ طب التيوب بقت بلوكد بدم، ما تحاولش تغيرها في التوقيت ده. يبقى حاجتين مع البلمونري هيموريتش والدم طالع لك من التيوب، دونت سكشن ودونت تشينج التيوب. لان لو غيرت جيت تغير التيوب انت هتلاقي بلاد فيلد موجود عندك قدامك، وهتيجي تغير التيوب مش هتعرف تلاقي الفوكال كوردس ولا هتعرف تركب التيوب. فوقت البلمونري هيموريتش حاجتين، دونت تشينج التيوب دونت سكشن. يعني كل ما هتشفط الدم ده هيجي وراه، طول ما هتشفط الدم هيجي وراه. امال بعمل ايه؟ سيب التيوب زي ما هي واعمل كومبريشن. بعمل الكومبريشن ازاي؟ ان انا بقى بالنسبه للناس اللي بتشتغل على الفنتليتور ان انا برفع البيب بتاعي، ارفع البيب يبقى ده ايه؟ ضغط جامد كونتينوس بريشر على الحاجه اللي بتنزف. طب ممكن نزيد فيها على كده. ما ننساش في حالات البلمونري هيموريتش دونت تشينج التيوب دونت سكشن، وازود البيب بتاعي على الميكانيكال فنتليتور واشوف سبب البيدنج ايه واصلحه. وممكن ادي العيان دوت ار بي سيز لو كان كميه الدم ديت كتيره، او لو كان الكوز بتاعها ديفيشنسي في الكلوتنج فاكتورز ممكن ادي لها ادي له بلازما او بليتلس لو كانت الكوز ثرومبوسايتوبين. هو ده تقريبا اللي انا عايز اعرفه لكم في البريكوشنز، او ازاي ان انا اركب اندوتراكيال تيوب من غير ما اعمل هارمفول للعيان بتاعي، واخد بالي ان انا ركبت العيان ده على الفنتليتور. وقت ما انا ركبت العيان على الفنتليتور او ما حطيته على الفنتليتور وانا بفكر امتى هفصله، مش حطيته على الفنتليتور يا فرحتي واسيبه بقى خلاص على الفنتليتور ياخد الكومبليكيشن بتاعت الفنتليتورز كلها، كرونيك لانج ديزيز، ريتروباسيف بريماتيوريتي، ياخد الفير فنتليتور فنتليتور اسوشيتد نيومونيا، خد كل الكومبليكيشن. ولو طولنا قوي ممكن يحصل حاجه اسمها سب بلوتيك ستينوزيس والدنيا تبقى خلاص مش عارف اوين العيان دوت من على الفنتليتور. وانس انت حطيته على الفنتليتور انت حضرتك بتفكر انا هاوين امتى. كل ما تروح عند العيان لازم اخد اكشن. العيان كويس طب نزل البارامترز بتاعتك، العيان حلو نزل، العيان وحش ارفع فوق ستيب اب ستيب داون، عيان كويس نزل درجه، عيان حلو نزل درجه تاني، العيان وحش يطلع درجه ستيب اب ستيب داون لحد ما العيان ده يخرج من عند الفنتليتور بسلام. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله المره الجايه نتكلم على الامبلايكال كاثيتر. والسلام عليكم.